I had started my lessons. Okay. ده معناه ايه؟ I went to club. ده معناه ان انا عملت lessons الاول، انا انهيت الassignment الاول او الهومورك الاول. ده اول حاجة انا عملتها. بعد كده number two I went to club. So I didn't go to club before. Okay. I didn't finish my lessons. يعني انا ما ينفعش ان انا اروح النادي قبل ما اخلص الواجبات بتاعتي او اذاكر دروسي كويس. هنا استخدمت after في البداية. after ده معناه ايه؟ معناها بعد. اوكي. بستخدمها like keywords، بستخدمها ككلمة دالة على زمن الماضي التام او كرابط زمني بيستخدم مع الماضي التام والماضي البسيط اللي هو past perfect و past simple. اتفقنا يا شباب؟ يبقى بيجي بعد after مباشرة past perfect اللي هو ماضي تاني. اتفقنا؟ والاتجاه التاني ال second action كان ايه؟ كان past simple. past simple اللي هو verb ايه يا شهد؟ قولي لي يا شهد كده. قولها كده تاني معلش السؤال. السؤال فين ال verb اللي بيتكلم عن ال past simple مع الجملة اللي أنا كتبتها دي؟ after I had studied my lessons I went to club. I went Which to one is club. past simple? Went to club. This only went. Okay. خليني أسأل نور. Went the second form من إيه يا نور؟ نور معانا؟ أوكي طيب نخلي يوسف. قولي يا يوسف went the second form من إيه؟ أنا معلش went. verb went ده. وانت ده تمام تصريف تاني، second form. second form يعني تصريف تاني للفعل. اوكي. ما هو انا عندي ال verbs بتكون شكلها ايه يا شباب؟ معانا number one ده المين verb، ده ال verb بدون اي اضافات without any adds. اوكي. number two في ال verbs عندي بيكون second form وده مش بستخدمه الا مع ال past simple only. وال third form ده طبعا بيكون بقى ايه، بستخدمه مع حاجات كتير، بستخدمه مع more tenses زي present perfect. the third form بستخدمه after have او has، بستخدمه مع ال passive voice في كل بقى اشكال الايه، في كل اشكال ال tenses ال different مختلفة. فانا السؤال هنا went the second form من verb ايه؟ يعني ايه المين verb ل went؟ this is my question. this is so easy. go. went ال verb go. الاساسي ليها go. Okay, I can turn a go into went. يبقى went هنا ده تصريف تاني. اتفقنا؟ ما هو أنا لازم علشان نشتغل past perfect و past simple لازم نكون حافظين كويس جدا الشكل للverb، سواء كان في المين verb بشكل أساسي أو السكند فورم الشكل التاني سواء كان regular أو irregular. وإحنا عارفين what difference between regular and irregular. يعني الفرق ما بين الفعل المنتظم والفعل الغير منتظم. الفعل المنتظم اللي انا بضيف له دي or ed or ied at the end عشان احوله من present للمضارع لباست الماضي، بعمل ايه؟ بضيف دي or ed or ied. for example مثلا عندنا invite invited، انا هنا ضفت دي. okay. watch watched ضفت ed. study study يبقى انا ضفت ied لان الفيرب المنتهي بواي بنكنسل الواي ونضيف ied. ده كده الفيرب اللي هو regular بنسميه. لكن الفيرب الirregular الغير المنتظم، الغير المنتظم يا شهد كنا بنحفظه زي ما هو. لو انتوا فاكرين كان عندنا ايه يا نور؟ كان عندنا go بنحولها الى went، فwent هنا تصريف تاني. swam swam يبقى swam ده تصريف تاني second form. عندنا drink drank يبقى drank هي كمان second form. on and on عندنا يعني ايه more types، اشكال كتير جدا من الفيرب. يبقى up till now اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت عن شكل الaffirmative sentence، جملة مثبتة مع past perfect زمن الماضي التام، وكمان المين فورم للpast simple الماضي البسيط، وازاي استخدم التو tenses دول الزمنين مع جملة واحدة. اوكي. معاهم رابط زمني between them or at the beginning or in the middle. اتفقنا يا شباب؟ up till now you have any questions؟ حد عنده أي سؤال؟
Anyone not understand anything here? Everyone understand يا شباب ولا لا ولا اه؟ نأكد على بعض عشان ناخد حاجة تانية في النفس برضو البارت ده. اوكي يعني معانا شهد ومعانا نور معانا يوسف. طيب يبقى ده كده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للبارت ده عشان هنحل أسئلة مع بعض، احنا هنعمل أبلاي دلوقتي مع بعض الأسئلة. عشان كده أنا أسك بسأل يا ترى فيه أي حاجة not clear. So thank you. طيب يبقى ده كده أول حاجة معانا، وهي شكل الإيه الأزمنة التنسز في البريزنت وفي الباست. عملنا ريفيو على البريزنت وأخدنا الباست مع بعض. لما بنيجي نعمل question سؤال، خلينا نشوف شكل السؤال إيه كده. لما بنيجي نتكلم على النيجاتيف فورم، طبعا احنا كنا بنضيف not easily بكل سهولة، بنعمل هنا إضافة لنوت مع had عشان تكون hadn't. He hadn't finished the task when complete وكملنا. طيب لما نيجي نعمل سؤال هنا بنعمل ايه؟ بنعمل scissors كده، بنقدم ال helping verb على ال subject. So I can start with had، انا ببدأ بهاد، بعد كده بيكون معايا subject، اي subject موجود، لان had بتاخد كله. يعني ايه؟ يعني بيجي معاها subject plural and subject singular، يعني بيجي معاها جمع وبيجي معاها مفرد. يبقى هات في الاول وبعد كده subject، اوكي، وبعد كده third form، وبكمل السنتنس بتاعتي وبنلاقي ها في النهايه هنا ايه question mark، اوكي، علامه استفهام. طبعا السنتنس في النص مش بتتاثر بحاجه، بكملها زي ما هي. فيكون الكويستشن عندي زي ما احنا شايفين had he finished the task when the bell rang. اوكي ده طبعا سؤال بهل بنجاوب عليه بيس اور نو. هو كان انسر مين يجاوب معانا السؤال اللي بهل يا شباب، اللي هو بنسميه helping verb، بنجاوب عليه بيس اور نو. نور could you share your answer؟ ممكن تجاوبي معانا يا نور؟ طيب شاهد نور قافله المايك، ممكن ميبي مش سامعانا. شاهد ازاي بنجاوب على سؤال زي ده؟ يوسف تمام ازيك يا كميس؟ هاي يوسف، بنجاوب على سؤال زي ده ازاي؟ يس اور نو؟ تمام yes or no yes ايه؟ ما احنا عندنا بيكون في short answer و long answer صح؟ يعني تمام أنا صح عندي إجابة مختصرة وإجابة إيه؟ وإجابة كاملة. كاملة. أيوة يا غالي، هقول yes ومعانا السبجكت اللي هو هي عادي جدا. اوكي يس هي هاد، ده كده شورت فورم يعني اجابه مختصره. طيب حبيت اكمل الاجابه بتاعتي يبقى يس هي هاد فينيشد ذا تاسك وان اون اند اون. اوكي طيب لو حبيت ان انا استخدم نو برضو نفس الكلام بس مع نيجاتيف مينينج. لو اشتغل عليها شورت فورم يعني الشكل المختصر يبقى هنقول نو هي هادنت. اوكي No, he hadn't. ده كده short form. طيب حبيت أكمل يبقى بنكمل الأنسر بتاعي. يبقى ده شكل السؤال مع هل. اتفقنا؟ كان عندنا نوع تاني من الأسئلة. Did you remember؟ كان عندنا سؤال تاني ولكن بأداة استفهام WH question. إيه هو السؤال بأداة استفهام؟ بجيب WH question في الأول، يعني كلمة استفهامية like what like where، أي أداة استفهام في البداية، وبعدها ال helping verb all this form. بعد كده بكمل بقى، بيجي WH question where or what، بعد كده had، وبعد كده subject، وبعد كده past participle، وبكمل ال meaning اللي أنا عايزة أتكلم عنه أو طبيعة السؤال عندي. اتفقنا؟ يبقى ده كده بالنسبة لإيه؟ ده كده بالنسبة لي ازاي اسأل بهل وازاي اسأل بأداة استفهام. وطبعا في حالة ان انا بسأل بأداة استفهام بجاوب اجابة كاملة مش اجابة بيس ولا نو، بنجاوب اجابة كاملة مكونة من subject فاعل الجملة بعد كده had
بعد كده سواء بقى نفي أو إثبات. لو إثبات بتكون had مع تصريف ثالث للفعل، ولو نفي بتكون hadn't ومعاها past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل، وبنكمل إجابتنا عادي جدا. Okay, focus on your answer. ده كده بالنسبة للبارت ده. خلينا نحل حاجة مع بعض. هي شادي في حاجة not clear؟ لا كل سنة. Okay, thank you. I'm gonna share some questions. Let's see this together. Wait, I'm gonna make sure. طبعا اللي بيحدد لي شكل الفعل اللي هو الفيرب بتاعنا في الماضي التام، وقلنا ان احنا بنميزه عن الباست سامبل بايه؟ بنميزه عن الباست سامبل بوجود هاد. اوكي، خلينا ناخد بعض الاسئله. Some exercise together. اوكي، الشيء ظاهر عندك. يا ترى في شيء ظاهر؟ هيشل. اوكي، ده شكل الفيرب اللي احنا اتكلمنا عنه في البداية. شكل الفيرب عادي جدا سواء كانت في positive sentence or negative sentence. اوكي، سواء كانت في السؤال والانسر، سؤال طبعا مع helping verb والانسر معاها بايه؟ yes or no. ده كده شكل الفيرب العادي جدا، had ومعاها third form، وهنا hadn't في negative meaning ومعاها third form يعني تصريف ثالث للفعل. هنا بنتكلم عن الانسر عندنا طبعا yes or no. no بناخد hadn't، وبالنسبة لي ال question في علامة استفهام في الآخر question mark، so بيكون عندي طبعا ان انا ببتدي بإيه؟ ببتدي ب had وبعد كده بكمل. اوكي، طيب خلينا ناخد بعض الأسئلة. أول طبعا example هنا ده محلول، خلينا ناخد اللي بعده. اوكي، خلينا كده ناخد number 3 together. يلا بينا نحل number 3 مع بعض. could you read؟ هاي جميل، سامعيني كويس؟ ولا ناخد number 4؟ Okay, number 4, this is so simple here. I got lost because I forget to bring a map. هنا بيقول لي خلينا نعمل explanation أو recorrect forget. You see, forget ده شكله صحيح كده؟ ولا محتاج إن احنا rewrite this، إن احنا نكتبه تاني بشكل صحيح؟ هيشاهد معايا؟ اوكي، ازاي نحل جملة زي دي؟ بيقول لي هنا I got lost، انا تهت، لان انا عايزة اقول ان انا نسيت ان انا احضر الماب الخريطة. اوكي، يبقى احنا عندنا اول sentence، لو تاخدي بالك اول sentence I got lost. got lost هنا معناها ايه؟ انا تهت، انا يعني فقدت الطريق. انا عندي got، طبعا ده ايه؟ ده تصريف تاني للفعل second form، اذا الجملة دي past simple. اتفقنا؟ طيب الجملة number 2 قال لي because، وبعد كده انا عايزة اقول ان انا نسيت، لان ده first action عندي، يعني الحدث الاول هيكون ايه؟ الحدث الاول ان انا نسيت ان انا احضر الخريطة، عشان كده انا تهت او فقدت الطريق. اتفقنا؟ طيب عايزين نستخدم forget ده مع past perfect، يعني اعملهولي كده او صنفيه او
يعني rewrite the form, correct one, يعني صححي لي شكل الفيرب, شكل الفعل. في past perfect احنا اتفقنا ان هيكون شكله ايه؟ ماضي تام. ازاي اعمل جملة في الماضي التام؟ مش احنا اتفقنا ان احنا ازاي بنعمل جملة في الماضي التام؟ ان انا عندي had مع third form, had وتصريف ثالث مع ملاحظة حاجة pay attention, ان انا ممكن تكون عندي ال sentence, الجملة positive او affirmative or negative. يعني لو انا عندي نفي او عندي اثبات ده بيكون على حسب الميننج. اوكي طيب انا هنا شغالة على ايه؟ شغالة على forget, so I can use had. طيب خدي بالك هنا, يعني share your answer. انت شايفة الجملة هنا مرتبط المعنى ليها بالنفي ولا الإثبات أكتر؟ يا ترى الجملة هنا مرتبط المعنى بالنفي ولا الإثبات أكتر؟ إثبات. إثبات. طب خدي بالك من المعنى, بيقول إن هو فقد الطريق لأنه نسي الإيه؟ نسي يحضر الخريطة, يبقى had forgotten. اوكي had forgotten here. يبقى احنا عندنا هنا اول sentence جبنا forget, forgot, forgotten. So أنا استخدمت had ومعاها يبقى هو تاه, لأن هو إيه؟ نسي يجيب إيه, يحضر الخريطة معاه. تمام. طيب يا أحمد, يلا يا أحمد معايا number 6. Could you read the sentence and answer؟ أحمد داخل متأخر شوية. يا أحمد, إحنا النهاردة بنتكلم عن الماضي التام اللي بيتكون من هاد والتصريف الثالث للفعل الثيرد فورم. اوكي تمام. اوكي read the sentence. She lives in Leeds before she moved to London. Okay, she left. Yes, I سمعت كويس. Yeah, listen you. Love هو عايز هنا بقى نشوف احنا عايزين نضيف ايه للسنتنس. عندي before, in the middle, معناها قبل. Okay. وبيكون معايا two sentences. One of them past simple and another one past perfect. And past perfect, this action happened before another one. So I can use the, with the first one A. She lived. Leave. She left, you see, يعني أنت شايف إن الجملتين هيكونوا two sentences, هيكونوا past perfect ولا past simple ولا واحدة واحدة ولا إيه؟ ده يبقى last simple. Past simple, إحنا عندنا moved, past simple after four, before. خدوا بالكم يا شباب من حاجة. أنا عندي before, okay, عكس after, بمعنى after, after I can use that, يعني بعد after مباشرة في الإكزامبل اللي أنا اشتغلت عليه من شوية, after I had studied my lessons, I went to club. So after جبنا بعدها past perfect directly, استخدمنا بعد after ماضي تام, لكن السنتنس التانية كانت past simple ماضي بسيط. before بقى عكسها, استخدمنا هنا بعد before moved. So this is past simple. Okay. And the first sentence will be, يبقى الجملة الأولى هتكون past perfect. صح كده؟ طيب. يبقى احنا اتفقنا ان past perfect بيتكون من ايه؟ بس perfect can become من اسمه ايه؟ had او هاد و third form من الverb. يبقى صح؟ هاد ليف؟ اه had left. هاد Yes. ليف، ايوه ماشي. Thank you, Ahmed.
اوكي يبقى سو ايزي، الدنيا سهله جدا يا شباب، يعني اتس اميزنج. عندنا كل الموضوع ان انا بشوف لو في كونكتيف موجوده، رابط زمني اللي بعده ايه، وبشتغل على السنتنس الثانيه. لو جاي بعد مثلا الكونكتيف عندي past perfect، بروح ادور على past simple او العكس، على حسب كل رول، لان احيانا بيكون في exceptions. اوكي طيب يلا معانا، خلينا ناخد ده كده. not think، I not think space of that question before. السنتنس دي يا ترى احنا محتاجين انها تكون past perfect ولا past simple؟ خدوا بالكم من ان before هنا not really for any rules، يعني هي مش مرتبطة بالرول خالص، ده هي مجرد كلمة موجودة في الجملة، يعني مش زي before اللي قبلها، هي مجرد كلمة معناها من قبل. أنا عايزة أقول أنا ما فكرتش في السؤال ده قبل كده. أوكي who can answer، من يجاوب معانا؟ يلا يا شهد. شاهد معايا، تشوز وان يا شاهد. تبقى هل انت شيء؟ hadn't ايه؟ عندك think بتتحول الى thought. اوكي think تحول الى thought، فممكن نقول hadn't thought. of that question before. اتفقنا؟ طيب معانا كمان ده سؤال، خلينا ناخد so got wet because she would not bring an umbrella. هي يعني اتبلت من المطر، بقت مبتلة بسبب ان هي ما جابتش معاها الايه، ما احضرتش الامبريلا. so انا عايزة هنا جملة في النيجاتيف مينينج، لان انا عندي not، وناء هنا بتدل على النفي. اوكي وعندنا كمان because واللي قبلها past simple، يبقى انا مطلوب مني اعمل ايه هنا؟ اشتغل على negative meaning مع past perfect، صح كده؟ كنا بننفي جملة مع past perfect ازاي شا؟ اللي هي had not. تمام جدا، برافو عليكي. والثيرد فورم من برينج هيكون ايه؟ هيكون برود. اوكي الثيرد فورم من برينج هيكون برود. مهم جدا نعرف الثيرد فورم للفيربس المختلفة والسكند فورم كمان، لان احيانا اوكي أحيانا بيكون عندي ال second form و third form زي بعض، أحيانا بيكون موجود عندي ال second form و ال third form زي بعض. اتفقنا كده؟ هيا يا شباب، واضح الموضوع ده؟ سهل ولا صعب؟ هي الفكرة كلها إن إحنا بنعمله remember مع بعض، تمام؟ بيفرق معانا جدا لما بنراجع طبعا. So thank you شهد for your attending today. The last question we have here number five. Number five. They not study English before last year. ازاي حل سؤال زي ده؟ عايزة اقول ان هما ما كانوش بيذاكروا English okay before last year، قبل كده. نقول برضو hadn't studied. hadn't studied. برافو عليكي. يبقى أنا من خلال المعنى بشوف أنا محتاجة negative ولا محتاجة positive،
بشوف عندي روابط زمنية في السؤال ولا لأ، بشوف ليها قاعدة ولا لأ، لأن أحيانا بيكون في كلمة مكملة only للمعنى، ولكن بيكون نفس الكلمة زي before مثلا اتكررت في كام سؤال ما مش مرتبطين بجملتين past simple و past perfect، يعني first action و second action. okay so thank you، أشوفك إن شاء الله في sessions قادمة و happy year. do you have any question؟ يا ترى ليكي أي سؤال؟ شكرا. شكرا، thank you.